شنو هالجمال؟ هذا جمال جورج تاون فورست ريفر XL 377 موديل 2014 بحجم 37 قدم 38 قدم إلا كم إنش بثلاث توسيعات، والألوان عليك الحكم. جميل بمعنى الكلمة، فخم. شوف 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 سخان ماي كبير على الغاز والكهرباء. المخازن عارفين الكلاس A، تبارك الرحمن، مخازن يمين ويسار الكرفان على كيف كيفك. سلم بالخلف، كاميرا خلفية، مولد كهرباء الكاتم أونن 5500، تشغل مكيفات ثنتين وانت مرتاح. راكب عليه الصرف الصحي الأوتو درين، فضي يعزك الله الصرف الصحي وانت داخل، مو محتاج انك تطلع برا. راكب عليه الفلتر والشاور الخارجي. التواير تبارك الرحمن، تويو بحالة ممتازة، والكيبات ما شاء الله، ألمنيوم كيبات، جيكات هيدروليك تواصيلك الكرفان، محرك فورد 10 سلندر، مكينة الكبيرة بنزين. التوسعة اللي على اليسار غرفة بالصالة، عندك توسعة ثانية على اليمين هم بالصالة، وتوسعة بغرفة النوم. يعني شنو؟ يعني انت قاعد بشقة مو كرفان. شوف الجامات، فريمليس سود حلوين، منظر حلو، وقاعدة داخلية شرحة. الاستخدام بعناية، تحت المظلة من أول ما خذاه صاحبه. المظلة الخارجية أوتوماتيك، وعندك مظلات فوق السلايد، وعندك الكشافات الخارجية على جهة اليمين. ثلاث كاميرات، ثنتين، واحدة يمين واحدة يسار وواحدة بالخلف. جو حلو، قاعدة حلوة، اقعد برا بهالتلفزيون وهالسماعات واستمتع وعيش حياتك. نروح نشوف داخل الكرفان الجميل بست عتبات ما شاء الله. شوف الأرضية، شوف الصالة، شوف جدا جدا شرحة ما شاء الله براحة. احنا الحين داخل كرفان، متخيل كل هذا؟ تبارك الرحمن كرفان. هذه الميزة الحلوة اللي يكون بالتوسعة، ثنتين مقابلين بعض. طال الطعام هني، تحوى سرير هناك، عندك الغنفة ثلاثة أشخاص تحوى سرير، التلفزيون هني بالنص، الفاير بليس، القعدة الحلوة الكاوتش، الثلاجة الكبيرة مع فريزر كبيرة، خذ راحتك. المطبخ هني متكامل ما شاء الله، من عندك الميكروويف والتشولة والرخام الصناعي، حوضين، مغسلة. المخازن شوف، مخازن عندك يسار، عندك هناك عند صوب التلفزيون، عندك هني هالجهة هذه بعد كل مكان، وهذا هني القيادة، وفوق هذا كله هم الكراسي هذه تلف وتواجه القيادة. عندك المكيف هني صاير داخل هالصندوق، وعندك هني السيارة. شوف واصدمك، أساس أنا انصدمت. شوف كم ماشي، 31,300. شغل مولد كهرباء من هني، وعندك هني الدرايش الكبيرة، وعندك الستاير يمين ويسار كلهم، تقدر تفتح وتسكر هالستاير هذه كلها حق خصوصية. أما إذا تبي قاعد مكان حلو وتشوف منظر خارجي، افتح الستاير ما شاء الله، شباك كبير. فتبارك الرحمن، شفت الأرضية هني سيراميك، حل حواف هني زل، صوب غرفة النوم، وشوف الممر، هذا ممر جميل يوديك لغرفة النوم ما شاء الله. هني عندك غرفة النوم وتكييف خاص فيها، تلفزيون، كبتات على كيف كيفك، كوين سايز، وهذا صاير بالتوسعة. بدون توسعة راح تسكر، ما تقدر تمر ذاك الصوب، ولكن تقدر تستخدم السرير وانت ماخذ راحتك. عندك المخازن هني ما شاء الله راهية، صج راهية، أغراضك كلها ماخذة ترتيبها وبشغلها كامل. الباب هذا هني يتسكر وبروحه معزول. نشوف شوية، نجرب خصوصية جميلة كذي. شوف غرفة نوم، تحرك حوالينها، تستمتع، تاخذ راحتك، تستانس، تنام، تريح. شوف شلون جميل، والله جميل. شنو هذا هني؟ عندك دورة المياه هني بالنص، سيراميك، مرحاض كبير، شاور بوكس كبير، كبتات، المنور، فتحة تكييف، مغسلة، شغل مرتب، ليتات، حركات، دفاية، كل هذا بغرف بدورة مياه كرفان. تبارك الرحمن، شخصين تحركون داخل ما عندهم مشكلة، ما هو ضيج، ماخذ راحتك. حلو صاير.
بالنص عند غرفة النوم. إذا تبي تحط لك يعني ستارة، تبي تحط لك باب، تقدر تعزل غرفة النوم أو الدورة المياه عن الصالة هني كلها. وهذا هني وضع الكرفان. شوف الستاير هني فيها ميزة حلوة، عندك ستاير كبيرة وعندك هني شبك، تبي هذا تبي هذا، هذا تبي عتمة، وهذا إذا تبي تشوف برا إنزين ما حد يشوفك. وهم بعد عندك يعني تخفف الحرارة. الثلاجة مو أي كلام، عندك ماي ياخذ ماي من الكرفان، الماي عندك ثلج القوالب، الثلج المبشور، كل شيء. شوف شوف الحجم، شوف اكبر من ثلاجة البيت ما شاء الله. انا ثلاجة كرفان نصها ومرتاح ومستانس عليها، بهذه راح العب لعب. ما شاء الله تبارك الرحمن، كرفان امريكي 2014 ماشي 31,000 كيلو تبارك الرحمن، 37 قدم، الوان جميلة، فورد بنزين، 3 كاميرات، 3 توسيعات، تكييف اضافي مسدوح فوق فوق السقف، 4 بطاريات يدد حق الكرفان، تواير بحالة ممتازة تحت المظلة، ماكينة كهرباء 5500 وراكب عليه الاوتو درين، تصريف الصرف الصحي. اللي له خاطر يتواصل مع صاحبه، الرقم تحت الإعلان، وعسى الله يبارك لصاحبه واللي بياخذه.